بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المسلمون الكرام في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. ها نحن في شهر رمضان الكريم وفي العشر الأواخر من هذا الشهر، نتلمس ليلة القدر كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينتظرها ويتلمسها ويستعد لها. هذا الشهر الكريم فيه ليلة اختصت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم تؤتها أمة من الأمم. قصر عمر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم جبر وزيد فيه بهذه الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا القدر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للأمة، من يقومها كأنما عبد ربه أكثر من 80 عاما، قيل 86 عاما، فمن قام تلك الليلة بورك في عبادته كأنه عبد الله فوق 80 عاما. هذه الليلة المباركة كما يقول ربنا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث على مدار 23 عاما. إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر قيل معناه الشرف، فمن قامها نال الشرف الأعلى من الله سبحانه وتعالى. والقدر قيل معناه المكانة، لذلك نحن نقول عندنا فلان له قدر، أي له مكانة في قلوب الناس، فمن قامها نال مكانة عليا عند الله سبحانه وتعالى. وقيل القدر بمعنى التضييق، ومن قدر عليه رزقه كما قال ربنا تبارك وتعالى، أي ضيق. وما المناسبة وما معنى الضيق في تلك الليلة؟ قالوا تلك الليلة تضيق الأرض بملائكة الرحمن من كثرة نزول الملائكة، فسميت ليلة القدر، أي ليلة التضييق، لأن الأرض تضيق من كثرة نزول الملائكة والبركة التي تنزل في تلك الليلة. هذه الليلة المباركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أننا نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، وبيّن أننا نلتمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. إذن الليالي الوترية هي أرجى الليالي التي نرجو فيها ليلة القدر. ولكن ليس معنى ذلك، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يأتي في ليلة 20 مثلا أو ليلة 22 ويكسل عن الصلاة، يكسل عن الصلاة والعبادة، قايم كده بإيه؟ يعني ضعيف في العبادة، في القيام، مش هي دي العادة بتاعته التي تعود عليها أو النشاط الذي اعتاده. لما تيجي ليلة 23 ينشط، ليلة 24 تبص ياك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. النبي كان يأخذ العشر الأواخر اجتهاد في العبادة. فرجاء من المسلم الذي عود ربه النشاط، لا ينبغي لك أن تنام أو تكسل عن الصلاة في الليالي الزوجية، في ليالي الشفع أيضا قم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن من العلماء اللي قال هي في العشر الأواخر، لا ندري في أي الليالي هي. ومن العلماء من قال هي في رمضان كله، في كل رمضان من أوله لآخره، لذلك كانوا يجتهدون في كل رمضان. ومن قام رمضان من أوله إلى آخره قياما لله سبحانه وتعالى لابد أن يصيبها بإذن الله. فإحنا بنقول للمسلمين في كل مكان انشطوا مع الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الليلة ينزل الله سبحانه وتعالى البركة وينزل السلام على أهل الأرض، ويبارك في من يقوم في تلك الليلة، والعبادة فيها مضاعفة كما سمعنا القرآن يقول: هي خير من ألف شهر. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.